حاجة الجو مساء الخير. الجريع. يلا غنبدأ. مساء هاي الخير مساء النور والفل والعطر عليك وعلى المشاهدين احبابي، عليك وعلى المشاهدين ان شاء الله تخدمينا ان شاء الله. غنديروا بنيتي بريواس، دابا درنا في سيكلاس مالحين، دابا غنديروا بريواس مالحين بالخضره. بالخضره بالخضره والسبانخ والجلبانه بنت لي غير الخضروات الخضراء. الخضره الخضراء، ما قلنا خضره حتى كانت خضره. نبداو واخا. شنو عندنا فيهم؟ عندنا فيهم بنيتي، عندنا فيهم كاسة القرطاس ديال البورة. كاسة القرطاس، عاود نفكر السيدات، هذا راه ماشي البصل الاخضر، هذا راه البورو. هذا راه دايره لهم نجوا بريوات ديال البورو والدجاج، راه كيسحب لهم، كيسحب لهم البورو هو هو البصله الخضراء، هذا راه بوحدو البصله الخضراء بوحدها. عارفين العيالات حيات المغربيه انا جبت حيات كاسات من طنجه حتى للقويره. تبارك الله عليهم باللغه العربيه، راه سميتو ما شاء الله عليهم، سميتو نسيك في وحده. سميتو باللغه العربيه الكرات. بورو زوينه صحي، كنقولوا له البورو. واخا شنو اخر؟ واحد اللذه خاصه عندنا ميسي، قلنا كاسة القرطة ديال البورو، عندنا ربطة ديال السبانخ هي مغسولة ومنشفة، عندنا كاسة ديال البسباسات، عندنا زليفة ديال الجلبانة، عندنا القوق، ناخدو شي ربعة القوقات كبو عليهم ميها طايبة باش دابا راه وقيت التونيت موجود. موجود سهل علينا باش نحيدوه، انا كنكب عليه الما طايبة انا جوي سهل ليا كنقيو وناكل. انا كناكلو كيرد لك، كيرد لك فمك كحل ولسانك كحل. صافي قلنا كلشي، عندنا البورو، عندنا السبانخ، الجلبانه، القوق، عندنا شويه ديال الكروفيت نديرو بيه المذاق الخضره باش ياكلوها الوليدات، عندنا شويه ديال الفطر الاسود. الفطر الاسود، عندنا الفطر الابيض الا بغينا، ما بغيناش بلاش. وعندنا التوابل، التوابل عندنا فيها شويه سكينجبير وبزيره ومليحه. صافي، واحد الطريقه الخرقوم والتحميره ما حطيتهاش، ها هي التحميره. صافي صافي، غديري العطريه ديال الحوت. لا لا لا، عرفتي باش ما تسخاش ليا على مع الخضره، لا كاين شي زوين بالفور والخضره. علاش؟ صافي نبداو من شويه التحمره. صافي دابا حنا البورو غادي نبداو نقطعوها نجوا، نقطع ونرجعوا ولكن بلاتي شوفي نجوا. بالنسبه للبورو انتي نقسموا على جوج باش يجينا ساهل، ياك راه في تموري اليوم في ديال البريواس وندير ليه هكا باش يسهل علينا. بريواس نقسمو على جوج هكا وعاد نقطعوه باش يجينا رقيق. انا غنقطع ونحط في المقلة حتى نكمل. صافي ان شاء الله. صافي واخا هجا. نعم كاع الخضروات دايرين بيه. الله عليك. نعم الله عليك. كاين شي بحال الخضرة، يا ربي تغسل وسط الخضرة. ايه شنو قطعتي؟ وسط الركعات وسط الصلاة. شنو اللي كان؟ هذا البر هو قطعناه، دابا بغيت نقطع في البسباس اللي تكسكنا، هو قربنا وغنمشيو نشحروا البر والبسباس، عاد نزيدوا السبانخ. الجلبانه راه ديجا مسلوقه ما قلناهاش انجمو. لا الجلبانه دايره لها واحد نص سلقه لانها كتبقى بقى خضراء، كتبقى محل الزق. لا راه مسلوقه انتي طيبه. صافي نص طيبه، طيبه سلقاها بالماء طيب. زدتي الزبده؟ سام كنشحر ونقول لك الزبده ما تكرناهاش، علاش قلنا على الزبده ولكن ما قلناش المقدار. غنديروا معلقه كبيره نشحروا بها. المهم تكرناها. صافي صافي نخليك تقطعي. صافي نكمل تقطع وتن نمشيو نشحر. يخا يلاه حاجه. شنو خليت كتصور بلاتي كاوزه؟ كنقطع في الخضره ها هي كلها قطعتها شتيها هي دايره بينا. دابا غنديروا نديروا غير تشحر بها ونشحروا ذا ها هو البورو. نقطعتي خيت كتقطعي ربي البسباس، هذا البسباس، هادو السبانخ ما شاء الله ما مقطعينهاش فين شتيهم، هذا القوق، هادي جلبانه راه مسلوقه نصف سلقه، هادو الشومبينيوات راه قلناهم. صافي دابا كنا غادي نشحرو الزبده. الزبده ها هي معلقه كبيره شتي شحال من داكشي كامل نشحرو به كلشي. نجيب لك معلقه ديال الشوكولا، قلت لها جيبها لي تغسل فيها وقيله. صافي المهم ندير الضو، ندير الضو. لا لا كنصور انا معاك، تادوب تادوب ونرجع. شوف دابا ها هو يا خلينا التشحيره فاش كيتشحر نزيدو البسباس كيتساوي بحال الفورو فاش كيتشحر مزيان. تا هو ندوز عليه واحد التشحيره
حالكم خليهم يطيبوا بجوج تقدقد صافي تشحط دابا السبانخ نزيدو السبانخ هما تما باش ينزلوا لينا ربع ساعه هما يا 10 دقائق صافي كيطيبوا صافي وهذا الشيء في ساعه كيفي خلو الجبنه يبقى والقوق هو الاخر غنزيد القوق وغنزيد حتى الشامبينيون معاهم انا تشحط غنعيو نص ربع نزيدو الملح نزيد التحميره والكمون والهريسه نزيدو شويه الكمون ها هو شويه التحميره والهريسه صافي هادشي اللي فيها ديال التوابل اسمعي القضيه التحميره وشويه الهريسه الهريسه حسب الضوء لا حسب الضوء يا هانت انا درت معلقه هي ديما حارش بزاف دا حاره هانت هانت دا فيها الحاره وفيها اللي ما حارش هي الصلصه الحاره حاره صافي ومخلطه يلا ونرجعوا خف اللي ما طاح هذا الشيء تشاح حاروت دار البن هاب هاب نزيدو الجبينه باش تاخذ المذاق ديال التوابل ديال هادشي اكثر حاجه هي الجبانه صافي درنا كلشي دابا نخليوها تبرد ونعمرو ان شاء الله حاجه نبداو نطويو صافي الحشوه هي بردات بس ها طويت ها مو قدام بديتي ها بديت ها ماي ورينا دابا كنهزو واحد شويه ديال الحشوه ديال الخضره كنديرو فوقها واحد ثلاثه الكروفيطات حتى هي ها هي ولا وحيده ولا شحال ما بغينا صافي ونطويوها بالنسبه للمبتدئين السيدات راه كيعرفوا البريوات طويان البريوات تمهم غير الحشوه بالنسبه اللي كيصوب البريوات لاول مره ولا يلاه كيتعلم هي البريوه الطويه هذه شافوا نسدو بالبيض نديرو غير شويه ديال البيض ونسدو به هانسي هاي هانسي ورينا وحده اخرى شدوا الورقه بحال هكا ها هي تاهي مقسومه على النص ها هي الشيء نحطوها الجهه الحاشا الفوق ونطويوها على زوج ناخذ شويه ديال الحشوه ديال الخضره ناخذ ثلاثه الكروفيطات ولا اربعه صافي ندوزو هاد الخنس بحال هكا نشدو هاد القنيطات راه فين اللي درا معاهم فيديو داك اللي كيشوفونا اول مرة صافي ناخدو هاد الطريف لي شاط ندهنوه بشوية البيض وندخلوه بحال هكا مضيعوهاش حيت رقيقة هي كتحمر كاملة غاديهم في الفران؟ فران ضروري فران هما كاين عا فران غابقى زيت صافي هاهي هادشي كتجي زوينة يعطيك الصحة نكملو الشي لاخر ان شاء الله نكملو الحشوة ديالنا ونرجعو لهم على الطياب ان شاء الله عشا صافي كملتي اي كملنا بالنسيه اللاطه الاولى عاد ندوزو اللاطه الثانيه ندخلوها بعدا الطي هادو بريوات ديال الخضره دابا انا غنشمعوهم نشمعوهم باش نجمعوهم هادو ونعودو نخرجو بشويه بشويه ونطيبو مايمكنش حنا نطيبو كلشي في دقه يلا نشمعو ونرجعو ليهم حاجه تبارك الله عليك الله يبارك فيك بنيتي يا ماما بريوات ديال الخضره ديال تحمار الوجه الصحه هادشي على هذا فرمدان حطيهم بوجهك احمر يعطيك الصحه زوينين ديال الفران وهادو دابا اللي هادو خضرين هادو دابا ها هما خليتهم خضرين الا بغيتي تخليهم خضرين خليهم بغيتي تشمعيهم شمعيهم ماشي مشكل بحال بحال تشمعنا بسيط لاص وفي جميع الاحوال هما راه ملي كت تشمعيهم راه تدخليهم عاوتاني للكونجيلاتور دابا مشمعين وريتهم خضرين ها هما انا غنجمع هاد شويه خضر يحتفظوا بهم بجوج سواء خضر ولا مشمعين خضرين سواء مشمعين المهم يبقاو يجبدوا منهم كل مره يجبدوا منهم شويه ايوا راه
صافي كما قلتي انت راه هذا الشيء كيشد اليد ما تحتاجش ما يقدوش يصوبوا نهار في النهار. ما يمكنش بنيتي تصيبي هذه تصيبي هذه. تبارك الله عليك تحلنا شي وحده هذه اللي مشمئين هذه وهذو اللي غيتحلوا الاخرين خضر. بسم الله نسمي الورقه هذا هو اللي فيهم لي زيت بينار فيهم الخضره هذو ديال الخضره هذو نبغيهم للوليدات نتمنى يديرهم للوليدات راه ياكلهم بعينهم مغمضين. ورقات الحجه ماما كتشكر فوقتها سمعناها ما تنساش ورقات الحجه اذا كتشكرهم بزاف ورقتك معروفه تبارك الله عليك الحاجة فصفات اخرى ان شاء الله وما تغبريش علينا والله يعاون امين سلامه. وصلنا لنهاية الحلقة إلى طبقت الوصفة بعتونا بسرعة على المواقع اللي غتلقاو راه بديلة في صندوق الوصف كذلك الاشتراك بالنسبة للزوار جدد والضغط على الجرس لتوصلونا بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار وإلى اللقاء.